الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية زواج المتزوجة مرة ثانية من زوجها في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. بإذن الله عز وجل هذا اللقاء عن تفسير حلم زواج المتزوجة مرة ثانية من زوجها لابن سيرين رحمه الله. يقول الإمام ابن سيرين إن تفسير حلم زواج المتزوجة مرة ثانية من زوجها عاد يدل على الاستقرار والفرح والسعادة بينها وبين زوجها، كما أن هذا الحلم يشير إلى أن الله سوف يرزقها بمولود جديد، أو في حال كان لديها أولاد أن الله سوف يرزقها بالبركة فيهم وستفرح بهم وسوف تراهم كما ما تتمنى. أيضا يقول ابن سيرين أنه إذا كانت هناك بعض الخلافات والمشكلات بينها وبين زوجها وكانت قد رأت هذا المنام، فهذا إشارة إلى انتهاء تلك الخلافات بينهما وأنها سوف تعيش حياة هنيئة معه. ورؤية المتزوجة لهذا المنام وكانت تشعر حينها بالفرح والسعادة، فهذا دليل على الاستقرار في حياتها الزوجية. رؤية المرأة الحامل أنها تتزوج من زوجها مرة ثانية، فهذا دليل على أن الله سوف يرزقهم بطفل معافى، كما أن هذا الحلم يدل على المحبة بين الزوجين. رؤية الشخص أنه يزوج امرأته بشخص آخر، فهذا دليل أنه سوف يحصل على المال الكثير، والله أعلم. تفسير حلم زواج المتزوجة من شخص لا تعرفه لابن سيرين. تفسير حلم الزوجة المتزوجة مرة ثانية من زوجها. يقول ابن سيرين أنه إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتزوج بشخص لا تعرفه وكانت غير فرحة بهذا الزواج، فهذا دليل على المرض أو الفقر والحاجة، وربما يدل على الفراق بينهما وبين زوجها. أما في حال رأت أنها تزف إلى رجل لا تعرفه لكنها كانت راضية وفرحة بهذا الزواج، فهذا إشارة إلى الخير والرزق وتحقيق الأمنيات. وعن رؤية المرأة المتزوجة أنها تتزوج من شخص ميت وكانت تعرفه أيضا وكانت مريضة، فهذا دليل على وفاة هذه المرأة. وإذا رأت هذه المرأة أنها تتزوج من شاب أعزب، فهذا يدل على وجود شخص خائن ومنافق ولكنه يتخفى في صورة محب، وهذا من أجل إلحاق الأذى لها، لكن عليها الحذر والانتباه إلى ذلك. حلم زواج المتزوجة من شخص لا تعرفه يدل على التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياة هذه المرأة، وربما يدل على تفوق أبنائها والحصول على عمل جديد تسعد به. وفي حال رأت هذه المرأة أنها تتزوج من شخص فقير وكانت مصابة بمرض، فهذا دليل على موتها، والله أعلم. وإذا كانت هذه المرأة حامل ورأت أنها تتزوج من رجل ذو منصب وجاه، فهذا بشارة خير تدل على شفائها في حال كانت مريضة، كما أنها تدل على تحقيق ما تتمناه. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.